السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدا معكم من جديد حبة التلاميذ مع مدرسة المفيد. أحبتي نكمل معكم مراجعة منهاجنا للرياضيات. وصلنا للفصل الثالث. كل اللي حصلوا علينا وطلبوا من أن موضوع النسبة والتناسب ومقاس الرسم والتقسيم التناسبي أي عن الفصل الخامس بشكل عام أرجوكم أن تتابعونا. لا راح نفتح إن شاء الله الفصل بشكل نبدأ إياكم بالنسبة. النسبة ما هي؟ هي مقارنة بين الكمية الثانية لهما نفس النوع ووحدة القياس. ناخذ عليها مثال وكفولة حدثت. إذا كانت هذا السؤال عن النسبة، إذا كانت سرعة الدراجة 10 كيلومتر في الساعة وسرعة السيارة 80 كيلومتر على الساعة، جد النسبة بين سرعة الدراجة إلى سرعة السيارة. هنا من هذا السطر أحبتي تخرج النسبة. جد النسبة، إذا قلنا جد النسبة، رأس النسبة النسبة، أي النسبة معناها طبعا قارن، النسبة تساوي، وخلي خط تسريب راح نقارن، راح نخلي أحبتي المقارنة ما بين الكميتين، شنو الكميتين اللي عندي؟ الكمية الأولى سرعة الدراجة، اكتب سرعة الدراجة. والنسبة الثانية هي سرعة السيارة. إذا أن سرعة الدراجة تقريباً للسؤال 10 على أو نكتب أحبتي ممكن تكتبها لي جوا السؤال حتى تصير خطوات متتابعة، يساوي سرعة الدراجة 10 على سرعة السيارة 80. وهنا نقوم باختصار على العامل المشترك ما بينهم اللي هو العشرة. هنا أيضا هي عملية قسمة، نقدر نكتب صفر من هنا صفر من هنا ويساوي 1/8. إذا وتكتب هي 1 نسبة سرعة الدراجة إلى نسبة سرعة السيارة هي 8. هذه هي النسبة أحبتي بكل بساطة. ننتقل إلى موضوع الثاني اللي هو التناسب. لاحظوا أحبتي ننتقل الآن إلى التناسب، وهو أيضا نأخذ طبعا سؤال عليه، لكن قبل شنو هو التناسب؟ هو تساوي نسبتين. إحنا أخذنا النسبة وعرفنا هي مقارنة بين كميتين. النسبة الواحدة تساوي نسبة ثانية، يعني عندي نسبتين يكونن متساويات. راح نأخذ مثال، تستهلك سيارة 6 لترات من البنزين لقطع مسافة 81 كيلومتر. هنا خلي أحبك ببالك المعطيات اللي عندك رأسا تبرمجها وين على السؤال مالك. 6 لترات ايش قد تستعمل؟ 6 لترات لقطع الجذب لقطع 81 كيلومتر، يعني كل 6 لترات راح تقطع لي 81 كيلومتر. طيب إذا أنا عندي 28 لتر، مو 6، عندي 28 لتر، هاي 28 لتر تجيب سيارة راح تمشي بيها؟ شوف تستهلك سيارة 6 لترات لقطع مسافة 81 كيلومتر. ما المسافة التي تقطعها السيارة إذا استهلكت 28 لتر؟ إذا اللتر جوا اللتر، وهنا 81 كيلو عندي المسافة الثانية اللي نريدها مجهولة. إذا هنا نخلي خط صفر وهنا نخلي خط صفر وقارن اللي بالسكين. شوف شلون طريقة حلوة هيك من المعطيات كونا النسبتين اللي نريدهم، وكل نسبة وكل نسبة من كميتين. لاحظوا الآن قلنا إحنا النسبة التناسب هي تساوي نسبتين، صح؟ شوفوا أول شيء سوينا الكميات وحولناها إلى شنو؟ إلى فتور، إلى نسب، وخلينا علامة التساوي لأن المسائل أن العلاقة بين النسبتين هو تساوي. الآن نقوم بالحل. أصبر هذا الشيء. ممكن الحال الأولى أن عدد اللترات، لا
راح تكون أول مرة لك الحل هذا السؤال، بعدين إذا نأخذ طريقة أخرى انتبه هنا نأخذ طرفين في وسطين، ستة في سين يساوي 28 في 1.8. هنا أحبتي عندك أي نقاط، إما أن تضرب وتطلع الناتج وبعدين تحول إلى الجهة الثانية فصير عندي سين يساوي الناتج تحصيل 6، أو أن مباشرة تقول سين يساوي 28 في 1.8 على 6. وهذه الطريقة راح تكون أبسط تكليف، أول شيء تختصر عملية الضرب، ثاني شيء راح يصير عندك اختصار، فعملية الضرب الثانية راح تكون أسهل عليك. راح نختصر الستة مع أن تختصرها، إذا تختصرها مع 81 ومع 28، مع 81 تقدر تختصرها على 3 لو أكو عامل مشترك هو 3. 6 كم 3؟ هي 2. وال 81 كم 3؟ 8 تقسيم 3 2، مو؟ يعني 2 في 3 6 ويبقى 2، فهي من 21 كم 3؟ 27. وأيضا اختصر من 2 مع 28 زوجيات، هذه بها 1 وهذه بها 2 تقسيم 2 1 و 8 تقسيم 2 4. آخر شيء راح أضرب 27 في 14 تطلع الناتج عندي 27، هذا تعتبرها مسودة في 14، 4 في 7 28، و 4 في 2 28 10، نخلي صفر المرتبة، 1 في 7 7 و 1 في 2 2، نجمع 8 7 3. إذا الناتج راح يكون كذا، بعد ما ضربنا بعد ما نحتاجه سنكتب الناتج ويساوي 378. هذا شنو حبتي تريد؟ المسافة كيلو متر على الساعة، المسافة التي تقطعها ب 28 لتر أو كيلو متر، عفوا هي مسافة كيلو متر، كيلو متر المسافة التي تقطعها ب 28 لتر. هذا عفوا ما يخص النسبة والتناسب من المواضيع المهمة جدا، وأيضا أكو بعض الجماعة أيضا سألوني عليها من ضمن اللي اتصلوا أيضا تابعوا وياي، اللي هو مقياس الرسم. مقياس الرسم هو النسبة بين الرسم على الفارقة إلى الرسم أو البعد الحقيقي. يعني أيضا عندي كميتين، الكمية الأولى هي البعد على الفارقة والكمية الثانية البعد الحقيقي. هذا الموضوع حبيت يقول نحن ثلاث أمور. مقياس الرسم عندي التقسيم مقياس الرسم عندي البعد الحقيقي وعندي البعد عن الفارقة. دائما بالسؤال من يطلب منك طلب ينطيك المطلبين في الثانيات تقدر تطبق القانون الخاص به وقم به. ناخذ سؤال عليه، إذا كان البعد بين مدينتين يساوي 320 كيلو متر، فما البعد بينهما على خارطة رسمة في مقياس 1/13 مليون؟ أعطاني 390 كيلو متر، وبما أنه كيلو مترات إذن هذا بعد حقيقي. دائما كنت أعرف البعد الحقيقي من البعد على الخارطة، البعد الحقيقي يجي إما بالكيلو مترات أو بالأمتار، البعد على الخارطة يجي بالسنتيمترات. هذا بالإضافة إلى أنه هو أيضا هو يثلث، شوف البعد بين مدينتين يساوي 320، أيضا نوضح لك بأنه بعد حقيقي. أما البعد بينهما على خارطة، إذا نوضح لك المطلب، مطلبه هو يريد البعد على الخارطة، وعندك مقياس الرسم، إذا تكتب القانون مباشرة، البعد على الخارطة يساوي البعد الحقيقي في مقياس الرسم، ويساوي، إذا عندنا البعد الحقيقي 390. هنا أحببت ملاحظة مهمة، 390 هو كيلو متر، وإحنا دائما نحلنا واللي طبعا إحنا بعد الخارطة والبعد على الخارطة بالسنتيمترات، وتحلف دائما لازم يكون بالسنتيمترات، إذا لازم تحول إلى السنتيمترات، بجد نضربها؟ يلا إحنا اتفقنا إنه صار 100، بجد نضربها؟ نضربها في 1000؟ طبعا لا، الكيلو متر كم سنتيمتر؟ سنتم 100,000، إذا نضربها في 100,000، في مقياس الرسم عندنا 1/13 مليون. تقوم بعملية الضرب أولا ويساوي
23 في 100,000. كم صفر عندنا؟ أن هناك 5 وهنا 1 إلى 6. 1 2 3 4 5 6 يبدأ الأسفار. وتتعود 30 في 1 9 و 30. 1 على 13 مليون. أيضا هنا أحب أن الاختصار ما بين الفحص والمقام هو عملية قسمة. فنرفع الأسفار، هنا 6 أسفار، وهنا لازم الأسفار تكون متساوية. نرفع الأسفار بصورة متساوية. ونختصر 13 على 39 فقط فيها 1 و 39 فيها 3 ويساوي 3 سنتيمتر. هذا هو البعد على الفارقة. هذا بالنسبة وياي اختصار من وياي سهد. تفضل يا سهد. تفضل يا سهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. عندي انا احصاء بتمارين جيم مو محدوده عندي بس عندك تبيع وعندي يا هو من جيم الديزاينات الديزاينات المجسمات الاحصاء 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 اي الاحصاء راح نتطرق ان شاء الله هو تحول من متر الى سنتيمتر التحويل من؟ اي تحويل من المتر الى من سنتيمتر الى متر من سنتيمتر الى متر سهله هي بخلال الكرنيتات سهله من تحويل سنتيمتر سهله والاحصاء راح نتطرق ان شاء الله الاحصاء بعد قليل ان شاء الله تابعينا ان شاء الله يجينا على نعم لا سند تحويل من المتر الى سنتيمتر سجلت هذا نعم سجلت من المتر الى سنتيمتر من سنتيمتر الى المتر هذه عملية التحويل من المتر الى سنتيمتر تشوف صورة مختصرة لأن هي سهلة جدا دائما نريد نحول وحدات كبيرة إلى صغيرة نقوم بعملية الصغر وإذا نريد نحول وحدات صغيرة إلى كبيرة نقوم بعملية القسمة والقسمة تكون على حسب الأعداد أو الأوقاف ما بينها مثلا المتر يساوي 100 سنتيمتر إما أن نضرب في 100 أو نقسم على 100 المتر يساوي 10 سنتيمتر إما أن نضرب في 10 أو نقسم على 10 حسب المطلوب مثلا نحمل على حق ما بين الوحدات ممكن اما بالضرب اذا اريد نحول من الكبير الى الصغير او القسم اذا اريد نحول من الصغير الى الكبير هذه العمليه فقط بالنسبه للمكعب شرحناه قبل قليل راح نعيده الساعه 7:30 راح تنعاد ان شاء الله تابعينا راح تشوفون شرح واطي ان شاء الله. ممنون. شكرا يا اهلا وسهلا. شكرا اتصالك. نرجع نكمل معكم احبتي موضوع الفصل الخامس وراح نتطرق الى سؤال ثاني اللي هو الموضوع الرابع في الفصل الخامس اللي هو التقسيم التناسبي وهذا ايضا سئلونا عليه بعض المتصلين التقسيم التناسبي ايضا من المواضيع المهمه ما هو التقسيم التناسبي احدثني طبعا من الاساس للجريحه الاصليه هو توزيع الجسم كميه اتوزعها على كم بنسبه ليس بالتساوي شلون اوزعها لو كانت التساوي اعطي لكل واحد نصف وينتهي الموضوع لكن بخصوص مكيالية كل واحد نصف الكمية ويمكن يتكرر لكن أريد أحسنها بنسبة معينة أو بنسبة معلومة مثلا بنسبة 2 إلى 3 بنسبة 3 إلى 7 أو 3 إلى 4 حسب النسبة اللي متوفرة عندي أو الموجودة عندي ناخذ سؤال تطبيقي على هذا الموضوع وين صاحب محل 450 علبة مسحوق تسير على صندوقين عند صندوقين ويريد يوزع هاي ال 450 لقمه بتساوي لو كان بتساوي كما قلتكم قبل قليل كان خلينا هنا نص هنا نص لكن يريدها بنسبة 4 إلى 5 لا أربع النسبة يريدها بنسبة 4 إلى 5 أي أن أحد الصندوق الأول راح يكون النسبة أقل من أو عدد بالثاني راح يكون الصندوق الأول نسبة 4 الصندوق الثاني راح يكون 6 5 يعني الصندوق الثاني راح يكون عدد الكراتين أكثر ليس النسبة أكثر لكن زيادة العدد ما نعرف راح نطلع من خلال أول شيء راح تسوي عندك نسبتين 4 و 5 راح تجمعهم سوا يقول مجموع النسب مجموع النسب يساوي 4 زائد 5 ويساوي 9 هذا مجموع النسب لأن نحتاج مجموع النسب الآن نضع الصندوق الأول في الصندوق الأول شو نضع؟ الكمية احنا قلنا هو توزيع كمية
جد الكمية 450 وفقا لمعلومة الجد النسبة نسبة الصندوق الأول 4 على الجد مجموع النسب اللي طلعناها 9 هذا الصندوق الأول نقتصر 9 مع 450 هذه بها 50 4 9 في 5 45 فنقتصر 9 مع 45 على 9 هو العامل المشترك ونضرب ويساوي 0 ينزل و5 في 4 20 200 علبة هذا في الصندوق الأول. الآن نضع في الصندوق الثاني أيضا الكمية اللي نريد نقسمها هي 450 الجد بالنسبة للصندوق الثاني نقسم 5 على الجد يلا من جاوبين على مجموع النسب نعم 9 وأيضا بنفس الطريقة نختصر على العامل المشترك اللي هو 9 وهذا بها 5 بالصفر يساوي 50 ويساوي 0 من 5 في 5 25 علبة نضع في الصندوق الثاني لاحظوا بأن الكمية مختلفة الصندوق الثاني أكبر من الصندوق الأول شلون نتحقق مستحق حلنا نقوم بجمع ما وضعناه بالصندوق 200 زائد 250 يطلع 450 واحنا فعلا الكمية هي 450 احنا نريد أن نوزعها عفوا أحبتي هذا ما يخص الفصل الخامس اللي هو النسبة والتناسب ومقياس الرسم والتفصيل التناسبي التناسبي في التفصيلي ما اختصرنا من المواضيع الأربعة كلها مهمة راح ننتقل وياكم إلى الدائرة الفصل السادس والدائرة أيضا من المواضيع المهمة أغلب السنوات إما لا تجي فيه ولا تجوز اللي هي محيط الدائرة وما تحت الدائرة فلذلك احنا راح ناخذ سؤال عن اثنينهم حتى نتمكن من المحيط ونتمكن ايضا من المساحه ونكون فاهمين الموضوع. نعرف ان السؤال عن محيط الدائره. سطح دائري طول نصف قطره بعد 10 سنتيمتر جد محيط السطح. دائما حبيبي من فكر السؤال لازم تفهم وتشوف فيه الجمل وتشوف منطق مطلب ودائما من يطلب منك مطلب اول ما يتبادر ذهنك شنو قانون هذا المطلب هنا نحن نتطلبات مطلبة محيط الصحن والصحن هو دائري اذا محيط الدائره شنو محيط الدائره محيط الدائره لا تنسب القانون حتى لا تنسى محيط الدائره يساوي او قطر في النسبه الثابته النسبة الثابتة كنا نعرفها إما 2.2 على 7 أو 13 عدد صحيح أو 3 عفوا 3 عدد صحيح أو 14 من 100 راح نجي نتعرفها لكن إحنا النسبة الثابتة عندنا تيجي للقطر منطقي القطر بالسؤال منطقي صحن دائري يكون نصف قطره منطقي نصف قطره أنا نصف قطر ما يجي في المنطقة أنا أريد القطر شلون أستخرج القطر؟ نقول القطر يساوي نصف القطر في جد اثنين يعني نصف القطر ونصف القطر هي عباره عن قطر ثابت القطر هو نصفين اقصى ويساوي نصف القطر جد عندنا 11 في 2 ويساوي 22 سنتيمتر هذا استخرجنا شنو؟ القطر وبالتالي استخرجنا القطر حتى توفر عندي القطر إذا أتفق مباشرة ويساوي القطر 22 في نجي للنسبة الثالثة متى أستخدم 22 على 7 أو متى أستخدم 3 على 7 من يجاوبني إذا كان القطر من مضاعفات العدد 7 يستخدم سيد نعم 22 على 7 وإذا ما كان من مضاعفات السبعة تستخدم 3 عدد صحيح و 4 عدد صحيح المضاعفات ممكن تستخدمها 2 على 7 تقلص القوية السبعة وتسهل العملية عليها. هنا عندنا 22 هل هي من مضاعفات السبعة؟ لا ليست من مضاعفات السبعة إذا نستخدم إياها 3 عدد صحيح و 4 عدد صحيح. وهنا راح نضرب 22 في 3 عدد صحيح و 4 عدد صحيح هذا أيضا يعتبر مراجعة لشنو يا موضوع نرجع الفصل الرابع فهمتم؟ ضرب الكسور العشرية شلون نضرب الكسور العشرية؟ عند الضرب ترفع الفائدة
هناك مثلا نسبة التغيرات لـ 314 في 22 نقوم بعملية الضرب دون فوارق، ومن ثم نقوم بعملية الضرب 2 في 4 8 2 في 1 2 و 2 في 3 6 نضح فكر المسجد ضروري هذا 2 في 4 8 2 في 1 2 و 2 في 3 6 نقوم بعملية الجمع 8 2 و 8 10 و 6 و 7 و 9 و 6 الناتج هو 6908 بقى النتيجة؟ نعم بقى شنو بقى؟ شنو نقص عندنا؟ يلا من يستخرج من يستنتج النقص معنا؟ في الناتج شنو النقص؟ أحسنت للفائدة العشرية احنا رفعناها لكن رفعناها بصورة مؤقتة شو وقت نرجعها؟ نرجعها للناتج كم مرتبة عشرية عندي؟ عندي مرتبتين أضع مرتبتين عشرية وأضع الفارق هذا هو ضرب الفصول العشرية استفادنا من الموضوع نرجع نقول محيط الدائرة هو 69 عدد صحيح وثمانية من مئة هي سنتيمتر هذا هو محيط أو الدائرة نجي للموضوع الثاني أول أحبتي نطلع فاصل صلاة ونرجع وياكم نشوف مساحة